كمان يمنى مركز إبداع مصر الرقمية في أسوان كرياتيفا بيقدم منح مختلفة، زي مثلا منحة تطوير مواقع الويب والإنترنت، ودي طبعا بتساعد الشباب بكل تأكيد على أنهم يتعلموا مهارات جديدة مطلوبة في سوق العمل في مصر وكمان في الخارج. معنا على التليفون شيرين رجب، واحدة من الحاصلات على منحة تطوير مواقع الويب والإنترنت وخريجة كلية تجارة جامعة أسوان. صباح الفل عليكي. صباح النور يا فندم، أهلا بيكم. أهلا وسهلا. احنا لسه بنقول خريجة كلية تجارة جامعة أسوان، ايه العلاقة؟ دخلتي الكورس ليه واشتركتي في المنحة ليه؟ والله هو انا في الاساس من مركز ادفو ودخلت كلية تجارة جامعة أسوان، بس من اثناء الكلية يعني انا كان عندي يعني بفكر ازاي ممكن اتعلم برمجة، حاولت كذا مرة لوحدي، بس طبعا يعني في حاجات بتحتاج ان انت يكون في حد معاكي يفهمها لك، او ما بيبقاش فيه التزام بشكل كامل يعني الواحد مع نفسه او كده. فبس فمرة كده سمعت ندوة كان بيتكلم فيها الباشمهندس احمد سالم مدير المركز، فاكتشفت ان المركز بيقدم الخدمات دي وبيقدمها يعني بجودة عالية جدا، فما صدقتش الحقيقة غير لما روحت يعني وشفت بنفسي. دخلت تراك بعد ما خلصت الكلية، طبعا انا يعني بحكم كليتي يعني ما كانش عندي اي خلفيه تقريبا في البرمجه غير شويه حاجات بسيطه خالص انا اتعلمتها مع نفسي. فاول حاجه دخلت تراك كان اسمه Software Fundamental، ده بيدينا بيزك او اساس نقف عليه يعني عشان نقدر نختار مجال تاني نكمل فيه ساعتها. والتراك ده كان مدته 3 شهور، اخدت التراك ده فبقى عندي خلفيه كويسه خالص. بعدين اخترت ان انا اتخصص في تطوير الواجهات الاماميه او الفرونت اند، وكملت 3 شهور تانين، والحمد لله بعد ما كملت ال3 شهور دول قدرت اتخرج، وبعدها اشتغلت فريلانسنج على مواقع العمل الحر. مدة الفريلانسنج دي كانت تقريبا 3 شهور، وكمان بعد ال3 شهور دول قدرت اشتغل فول تايم مع شركة مقرها في السعودية، وانا بشتغل من هنا وانا في أسوان. عظيم جدا على فكرة، واعتقد ان دي من الحاجات المهمة في تعليم المجالات الجديدة أو في دراسة المجالات الجديدة، أن أنا أقدر أشتغل أونلاين وأنا قاعد في مكاني كده. بندخل طبعا من خلال المواقع على الإنترنت، بنعرف أن في شركات سواء كانت شركات كبيرة أو شركات ناشئة بتطلب بعض التخصصات، فإحنا بندرس الكلام ده وبنشتغل وإحنا قاعدين في البيت زي ما إحنا. تمام، مظبوط جدا، بنخلص شغلنا وكل الحاجات اللي زي كده واللي مطلوب مننا، احنا مش مطلوبين نتقابل، احنا كده كده كل شغلنا من خلال الكمبيوتر. تاسكات احنا بنقسمها وبنشتغلها وبندليفر التاسكات دي مع باقي التيم مثلا اللي احنا بنشتغل معاه، فخلاص كده ده كل المطلوب. طيب فكرة التعامل يعني زي ما بتقولي كده أونلاين وان انتوا مش محتاجين تتواجدوا، هل في حاجات بتتطلب وجود تيم ورك ان كلكم موجودين في نفس المكان، ولا الحاجات اللي هي خاصة بالتيم ورك ممكن تعملوها برضو أونلاين كل واحد موجود في مكان؟ هي يعني هي كل حاجة أو كل شركة مثلا بيكون ليها السياسة بتاعتها. في شركات بتطلب مثلا فريلانسرز اللي هو يشتغلوا عن بعد او ريموتلي يعني، وفي شركات بتتطلب ان هي عايزه الناس لا بتبقى اون سايت، تبقى موجوده في مقر الشركه وتبدا تتعامل مع بعضها وهكذا. هو في فرق طبعا يعني ما بين الاثنين، بس هي كل حاجه مثلا ما بين الاثنين فيها مميزات وعيوب. يعني مثلا حاجه من مميزات الفريلانسنج دي او الريموتلي هي ان احنا مثلا بيوفر علينا موضوع السفر ده او ظروف السفر، فهو يعني مثلا انا من مكاني هنا في اسوان لا بشتغل في شركه من السعوديه، من خلال الفريلانسنج كنت قادره ان انا اتعامل مع عملاء من كندا ومن المغرب ومن الجزائر ومن دول الخليج وهكذا. فهي دي ليها ميزه، لكن حاجات مثلا بقى اللي بتطلب او اللي بيشترط عليك ان انت تروح المكان نفسه عشان تشتغل منه ده بيصعبها علينا شويه. طبعا فالتاني في الصراحة جزء الفريلانسنج هو الأفضل يعني، وهو كان هدفنا من البداية. عظيم جدا. طيب شيرين، هل بتتكلمي مثلا مع زمايلك اللي مش في المجال ده بأهمية اللي انت حصلت عليه من تدريب، بالمميزات بالشغل زي ما كنت بتتكلمي شغالة في شركة عالمية وانت قاعدة زي ما انت في البيت؟ أنا دايما الحقيقة بحاول أتكلم عن الموضوع، تشجعيهم. بحاول اتكلم عن الموضوع يعني، يمكن امبارح بقول لسياده الوزير بقول له انا دايما بتعامل احنا كسفراء مراكز الدعم الرقميه،
احنا دايما بندعو الناس، زمايلي مثلا سواء كانوا معايا في كليه، صحابي العاديين، اخواتي، اسرتي في البيت، كل الناس دي انا دايما بدعوها للمكان ده. هو يعني المكان مميز جدا، وفتره قصيره يعني قادر ان هو يغير حياه الانسان للافضل طبعا. يعني هي نقله تانيه خالص الحقيقه، لو الانسان اخذ فرصه او الشخص اخذ فرصه في المكان ده وقدر يمسك فيها ويطور من نفسه بجد، وهو قادر ان هو يغير شكل حياته باقي عمره يعني. أكيد. طيب حضرتك عرفتي الموضوع ده من خلال ندوة كنت حضراها بالصدفة، ولا كنت يعني عندك حد قالك احضري الندوة واعرفيها؟ يعني عرفتي أصلا المركز ازاي عشان تقدري تتعلمي فيه وتقدري تشتركي؟ هو المركز دايما حريص ان هو يعمل ندوات في الجامعة وكده عشان يوصل للطلبة. فمرة أنا قريت كان بوست موجود إن في ندوة هيتقال فيها كذا كذا، فدخلت اتفرجت. الموضوع بدأ من هنا يعني. وكانت فتحة خير. بالظبط كده. اكيد. مبروك عليكي الشغل الكويس اللي انت مستقره فيه ومبسوطه وقادره ان انت تبدعي وتقدمي فيه كل اللي انت عايزاه. احنا سعداء بوجودك معانا. كل الشكر ليكي شيرين رجب الحاصله على منحه تطوير مواقع الويب والانترنت. شكرا جزيلا.